أكتوبر من العام 63، كانت قناة البي بي سي البريطانية تذيع على جمهورها مشاهد إذلال وإخماد ثورة شطر اليمن الجنوبي. استخدمت بريطانيا هذا الأسلوب من الإعلام لتثبت مدى سطوتها وأحقيتها في حكم بلد كانت ترى بأنها نهضت به من الصفر، ما دفعها لتشرح للعامة بأنها صاحبة الحق، بينما كان الواقع يقول أن بريطانيا لا تريد خسارة أهم موقع جغرافي في المنطقة العربية، الرابط بين الهند شرقا وأوروبا شمالا. بينما كان شارع شطر اليمن الجنوبي ملتهب وقد اندلعت ثورته، كانت ملكة بريطانيا تركب خيلها وتتجول في ساحة قصر باكنغهام، غير مدركة أن الشعب اليمني في الجنوب ينفض غبارا طال أمده لقرن وتسعة وعشرين عاما من الاحتلال الذي جعل من لا يملك مالكا للأرض والشعب في عدن. ذات الوقت وإليزابيث تحتفل في قصرها بين الجند والخدم والحشم، كانت سواعد الأحرار تزحف من الصحاري والفيافي باتجاه عدن وخلف جبالها البركانية التي كانت مترسا لإطلاق ساعة صفر تحرير عدن من احتلال دام لقرن وتسعة وعشرين عاما. 16 قبيلة كانت هي من سعت في إيقاد الشعلة 14 من أكتوبر المجيد في العام 1963، ليصاب الاحتلال البريطاني بحالة من الارتباك الشديد وعدم القدرة على إدارة ما يسميها بمحمية عدن. وهنا تظهر الصور إصابة أحد البريطانيين بطلق ناري وهو راكب لسيارته، وفي هذا المشهد صورة تلخص واقع الارتباك وعدم قدرة المحتل البريطاني السيطرة على محميته. حفيدة جورج المدعوة بإليزابيث الثانية ملكة بريطانيا كانت على يقين تام بأن عدن ملك للعرش البريطاني لا ينازعها فيها أحد، وهذا أحد مشاهد أداء القسم والولاء للعرش البريطاني الذي يقوم به قائد القوات البريطانية يتلوه أحد الموالين للاحتلال البريطاني في عدن، ويتمثل هذا القسم في وضع السيف على عاتقي كل موال للعرش البريطاني إيمانا بالولاء والطاعة لعرش ما كانت تسمى بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. ثورة 14 من أكتوبر دفعت ببريطانيا لتعزيز قواتها بأسراب طيران ومقاتلين إضافيين إيمانا منها بعدم مشروعية ثورة الشعب اليمني في الجنوب، وعملا منها على قمع كل صوت يعلو فوق صوت عرش بريطانيا. فقد سبق وقمعت سلطات الاحتلال البريطاني عددا من التحركات ضدها في الخمسينات، فقد سبق ثورة أكتوبر عدد من الإرهاصات منذ خمسينيات القرن انتفض فيها أبناء مدينة المكلا على تواجد الاحتلال، واستمرت الانتفاضة في الانتشار إلى أن وصلت إلى الأطراف الشمالية، وبدأت شرارتها في العام 55 بتمرد ضد البريطانيين في الضالع، واستمرت إلى العام 59 إلى أن تشكلت إمارة من القبائل والسلاطين. على الجانب السياسي كان هناك عدد من الإرهاصات تمثلت في إصدار دستور لعدن من قبل سلطات الاحتلال لأول مرة منذ دخول الغاصب البريطاني الأراضي الجنوبية لليمن، وكان هذا الدستور دليلا واضحا على أن بريطانيا كانت تسعى لتعديل الاستعمارية في عدن وتهدئة الشارع الجنوبي من ثورة غضب ضدهم. اشتعلت ثورة 26 من سبتمبر في الشمال، وكانت بمثابة عود ثقاب أشعلت على إثره شعلة أخرى في الجنوب بعد 13 شهرا في يوم 14 من أكتوبر، وكان بهذا العمل تجسيد حقيقي لوحدة التراب الوطنية الذي تشارك فيه أبناء الوطن هم التخلص من الإمامة في الشمال والاحتلال في الجنوب. كان للدور المصري أثر بارز في دعم تحرر الجنوب من الاحتلال البريطاني، ومن لا يتذكر الزعيم الخالد جمال عبد الناصر عندما زار محافظة تعز وجلجل بالصوت بضرورة رحيل المستعمر من عدن. انصرونا ثورتكم بفراوية، لا بد أن تحمل عصاها وتخرج من عدن، لا بد أن تحمل عصاها وتخرج من الجنوب، فإن عدن على بعد
بهذا نالت عدن استقلالها بعد 129 عاما من الاحتلال الغاصب البريطاني، واحتفلت عدن في 30 من نوفمبر من العام 1967 بعد 4 سنوات من الثورة والتحول إلى بناء الدولة عبر سواعد أبنائها لا بإعمار المستعمر.